موضوعنا لهذا اليوم هو عن الشعر الشعبي وهوس الشعر الشعبي وكثرة محبيه. اليوم نشهد ظاهرة هي ظاهرة انتشار الشعر الشعبي بكثرة. منشوف أي شاب إذا ما حفظ لقصيدة أو قصيدتين لشعراء شباب موجودين في الوسط الفني والوسط الشعري العراقي، يا ترى ما سبب انتشار هذا المجال؟ هل هو الحب أم هي الخيانة أم أمور أخرى اجتماعية؟ شنو رأيك يا رغد؟ أنا أقول الحب، شعب كله حب شيء ورايح فد مرة. طيب بس القصائد الحالية أكثرها على الخيانة. أي مو يعني أوكي أنا أسحب. تمام. أكيد مشاهدينا الأحبة هذا راح يكون موضوع نقاشنا لهذا اليوم. اليوم احنا نشهد الساحة الشعرية في أوج ازدهارها في الوقت الحالي، نلاحظ كثرة الشعراء، كثرة استوديوهات الشعر، كثرة مواقع التواصل الاجتماعي اللي هي السبب ودور جدا رئيسي في انتشار الشعر والشعراء. نلاحظ قبل في الفترة السابقة لما كان شاعر يريد يبين أعماله، يبين فن الشعري إلى المتلقي، يوجد صعوبة، يحاول يدخل الى استوديو، ما يعثر على الاستوديو، بعدها يدخل الى لجنه تنقيح، لجنه تسجيل، وبعدها هواي امور اخرى ومخاض كلش كبير لحد ما يوصل الى اذاعه التلفزيون، وبعدها يتم بث القصيده الشعريه اللي تابع له. اما حاليا مواقع التواصل الاجتماعي له دور جدا كبير في انتشار الشعر والشعراء وبقيه المجالات الاخرى، سواء كان الغناء والطرب وبقيه الفنون الاخرى. اي شاعر في وقت من الاوقات في اي مكان يقدر يسجل أي قصيدة معينة ويحاول يبثها على اليوتيوب، بعد تبقى عند المتلقي وحسب نوعية وجودة الشعر الشعبي اللي قدمه هذا الشاعر. إذا كان الشعر بروحية ومن دخل خرج من القلب يدخل إلى القلب، وإذا كان بنوع من الأمور الحساسة اللي تدخل إلى القلب مباشرة، راح نشوف مشاهدات هذا الشعر أو هذه القصيدة بالملايين. فاعتبر السوشيال ميديا لها سبب جدا كبير في انتشار الشعر والشعراء. شو تقولين؟ أنا أكيد أوافق الرأي، السوشيال ميديا ساعدت كثير من الناس، مو فقط الشعراء، حتى المطربين، بعض المودلز وغيرها، كلها ساعدت فيها السوشيال ميديا، كان لها وقع كلش مهم، وأيضاً صبت بمصلحة الشعراء لأنه غنتهم عن هواية متاعب يخوضوها حتى يصلون النمية. فاليوم أنا وحسوني أكيد ويانا ضيف داخل الاستوديو، اكيد للنقاش اكثر حول هالموضوع اكيد ويانا ضيف داخل الاستوديو راح يرافقنا شاعر شاب، نحاول نعم خلاله كيفيه دخول عالم الشعر، كيفيه ننمي هذا الشعر. اكيد حاليا من يشاهدنا اكو من شباب او شابات، حاليا فتيات هم يكتبون شعر، نلاحظ بالفتره الاخيره خواطر او روايات او قصص صغيره، لكن ما يعرفون الطريق الصح للدخول الى هذا المجال. وشباب اليوم في وقتنا الحاضر عندهم مواهب جدا كبيرة، مواهب مدفونة، لكن ما يعرفون الطريق صح للدخول إلى هذا العالم اللي هم يحلمون بندخلون به في وقت من الأوقات أو في يوم من الأيام، لكن لابد وجود خطوات معينة للدخول إلى هذا العالم. راح نعرف هذا الموضوع أكثر وأيضا نتناقش أكثر بهذا الموضوع، لكن بعد ما نشوف هذا الاستطلاع حول انتشار الشعر الشعبي في العراق وفي العالم. خليكم ويانا مشاهدين الأحبة، نتابع هذا الاستطلاع وراجع لكم. حلو الشعر، هو يعبر عن ما في داخلك. تحبين الشعر القديم ام الحديث؟ حديث. ليش مو القديم؟ مش ما بتهم من عنده، بس يعني اقرا صحيح القديم يعني، بس يعني مفرداته صعبه ما اقدر اقراه.
تفضلين الشعر الجديد يعني؟ جديد إيه يعني شوية سهل تقدر يعني شوية تفتهمه، بس القديم لا وين بالقوة. كلمة عن عدو. هو مستحيل أكو بنية بعمري ما تحب الشعر الشعبي، لأنه هو أحياناً إنه يتحدث عن شيء خاص بيه، فإنه مثلاً أكو أشياءات مثلاً إنه هي بداخلك تريد تحكيها ما تقدر توصلها، فتوصلها عن طريق الشعر أو تذوقك للشعر، وكل واحد يعني يوصل الشعر تحبين الشعر القديم أم الحديث؟ صراحة أنا أحس الشعر القديم لذة أكثر من الشعر الحديث، انه احس الشعر الحديث صراحه مع احترام لكل الشعراء طبعا، انه احس انه مو مثل ذات اهل قبل، يعني انه تحس ذولاك بيهم فد نكهه خاصه بيهم، حس يعني بس 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 وما ادري شنو، يعني هذا مو شعر هذا يعني بصراحه، انه لا ما احبه يعني، وحتى اذا مثلا عند اسمع شويه للحديث. اي يعني ما تتذوقين الشعر القديم؟ لا ما ادري يعني احس شيء عادي، انه من كلامنا اليومي ما أحس بيش لذة شعر أو شيء أبد. أي بس أحب الأشعار يعني شلون يكون بالفصحى هاي أسمعها. والله الشعر الشعبي طبعاً هو بالنسبة لي فد شيء عظيم، لأن يعني أنا كلش أحب الشعر، ويعني حتى عراء أصدقائي وهيك شيء، فيعني من زمان أعتبره هواية، ويعني كانت عندي محاولات بالبداية بس ما لقيت نفسي إنه كشاعر، بس لقيت نفسي كمتذوق. انت تحب المدرسه الشعريه الجديده لو القديم اكثر؟ والله يعني هو حاليا ماكو مدرسه شعريه جديده، ماكو، هذا مصطلح يعني ما موجود حاليا، اي لكن هي المدارس الشعر الشعبي اللي يمكن اكثر الناس تعرفها، اللي هم ثلاث مدارس، مظفر النواب، عريان السيد خلف، والمرحوم كاظم اسماعيل قاطع. هاي المدارس الشعريه بعد ما جت وراها مدرسه، اللي اجوا محطات او ناس مهمين. احب الشعر، نتذوق احنا الشعر، يعني نسمع القديم ونسمع الجديد. يعني انا كنت اسمع المرحوم كاظم اسماعيل قاطع، وعندنا نسمع عريان سيد خلف، وعندنا اجيال ما شاء الله، يعني العراق ولعت بالشعر، في يعني مثل ما يقول هسه عندنا هواي اجيال، يعني ما تحضرني اسمائهم بس اتذوقهم كلهم. نسبة تفضل الشعر للمدرسة الجديدة أم القديمة؟ يعني ما شاء الله ما أقول لك هو انقطاع الشعر موجود، بس أفضل المدارس القديمة، لأن هو مثل ما يقول إحنا هذا الجديد هو شلون إحنا نقول توارد من المدارس القديمة، أي شلون مثل ما يقول إمداد لهم. والله هو الشعر يعني بصورة عامة فشي راقي وحلو، بس هسه يعني صراحة قاموا يطلعون أشعار مو مكانها، يعني الأشعار القديمة أحلى وأحسن من هسه بالوقت. يعني أنت تذوق الشعر المدرسة الشعرية القديمة أكثر من الجديدة؟ إيه القديمة أكثر من الجديدة. يعني الشعر الشعبي شيء حلو جميل من جانب الإحساس العالم تحبه، يعني وفشي يعني من جانب التطور والثقة، يعني الشعر شيء حلو يعني الثقافة للمجتمع، يعني فشي حلو الشعر جميل. شو رايك بالذائقة الشعرية هسه بالوقت الحاضر، تغيرت عن قبل؟ شي اكيد تغيرت، هسه عندنا مثل ما يسموها بعض الشعراء يعني شلون تقول جمهور الطشة، يعني اكو، وانا احكي بصراحة طبعا، يعني مثل شاعر يصعد يجون جماعته ذول القريبين عليه، فيعني يطش بها الشعر، فالذائقة يعني الشعبية القديمة راحت انعدمت هسه، بس عندنا شعراء يعني متميزين كلش يعني بصورة جيدة.